هنايا غادي ندير لها هذا السحاب، ندير السحاب ونخفيه هنايا الشريه حتى هو في الغوص بحال اللون ديال الثوب. غادي نركبو لها هنايا، درا شريتو طويل حيت ما كاينش، ما لقيتش صغيور. غادي نركبو هنا، نجيبو على هاد الطريقه، ندير له على هاد الشكل هذا. هذا هو الراس. غادي نجي هاد السنتيمونس اللي عندنا نطويها هكا لداخل، نشدها هنايا كما كتشوفوا هكا. نشدها على هاد الطريقه هذه وندوز الخياطه ديالي هنا، باش ملي غادي تلبس البنيته تكون كتحل وكتسد، باش تجي ساهله في اللباس. وعد داك الساعه ملي غادي نخيطوها كامله غادي نركبوا لها العقيدات. غتشوفوا معايا هنا كي غندير لها. كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا، فهمتي فاش كتحل راه ما كتجيش باينه من هنايا، كتجي مغطيه النفس فيفه، تجي على هذا الشكل هذا، راه مدرقه ما كتبانش من هنايا. والجهه الثانيه غندير لها نفس الطريقه بحال هذه، نشد هذه الجهه هذه، غادي نطوي هذا جوج سنتيم هكا لداخل اللي عندي لهنا، وغادي نركب هذه هكا. ونحاول هاد الكول نديرو متقابل هنايا كما كتشوفوا، جينا نيفو واحد، يجي متقابل، ماجيش جهه طالعه وجهه هابطه. صافي، وغادي ندوز عاود بالخياطه بنفس الطريقه. صافي على هذا الشكل هذا، جي على هذا الشكل، حيت مازال هنا غادي نركب لها العقيدات هاد الجهه هذه ديال اليمين، غندير لها العقاد. صافي، باش من تجي تلبس غتبقى تحل هكايا وتلبس باش تدخل بسهوله للبنيته صغيوره. هذه الزوائد هذا غادي نحيدو هاد الشيء هذا اللي شايط، غادي نطيرو. كما كتشوفوا هذه هي التتيمه ديال الكسوه من التحت، الصايه ديالها اللي غتلصق فيها. غادي نجيب من هنا، راني مونطيتها من الجناب كما كتشوفوا، درت لها السورجي وخيطتها. وغادي نجي لهنايا وغادي ندير لها لي بلي هكايا، طوبي هكا واحد جوج سنتيم ولا سنتيم شحال ما بغيتو، تفرقوهم ديروا وحده هنا وحده هنا وتدوروا معها كامله مع الدوره.
كما كتشوفوا تجينا على هذا الشكل هذا هكا بلي بلي. ندوزو نقيسو الا كانت هي هذيك في العرض. كما كتشوفوا هذه راه جاتني ناقصه على هذه الفوقانيه. غادي نحل واحد البليه وحده كما كتشوفوا هنا غادي نلاق دابا راه جايه على القياس. غادي ندوز نصاوب داك التوب ديال التين غادي نلاقي من هنايا هاد الجهات اللي محلولين غادي نلاقيهم حيت هنا راه عندي جوج طراف. هنايا راه لقيتهم من الجهات بجوج مونطيتهم. دابا غادي ندوز عليهم واحد الخياطه هنايا ونخلي سنتيم وندوز بالخياطه. غادي نديرها في رقم 4 باش غادي نجمع بها ندير بها داك لافونس. كما شفتو هنا كملت بالخياطه وغادي نشد واحد الخيط واحد وغادي نبدا نجر فيه هكايا على هذا الشكل. راني دايرهم معاكم هاد لافونس هادوك شحال مره درتهم معاكم هاد التكماش. كنبقى غاده وكنجر كنوزع هاد التكيمشات هادو كنوزعهم على الدوره كامله كنوزعهم بالتساوي ميجيونيش مجموعين غير في جهه واحده. عاود نشد هاد الجهه هادي تبقى غاده هكا. كنجيب هاد الخياطه هادي اللي عندي هنايا في ديال الكوطين اللي في ديال الجناب كنديرها مع هاد الخياطه ديال هادي ديال هاد التوب ديال التيل خياطه عند خياطه كما كتشوفوا هنايا. وغادي ندوز عليهم بالخياطه نلاقيهم بجوج نجمعهم بجوج بعدا وعاد نلصقهم مع القطعه الفوقانيه باش يجيوني ساهلين من كون كنخيطهم. كما كتشوفوا هنا راه لقيتهم بجوج باش يجيوني ساهلين في الخياطه من نلصقهم في القطعه الفوقانيه. كما كتشوفوا غنحشيها هكا في الوسط ندير هنايا راه غيكون الوجه عند الوجه كما كتشوفوا هنايا. وغادي نجيب هاد الخياطه هادي مع هاد الخياطه اللي عندي هنايا في الجن وهاد الخياطه هادي اللي عندي عاود هنا غادي نديرها مع هاد الخياطه اللي هنايا. صافي وغندوز معاهم بالخياطه دابا.
كتشوفوا كتجي على هذا الشكل هذا. هنا راه خيطتها تشوف راه دوزت لها خياطه من الداخل. هنا مازال غادي نركب لها العقيدات، ندير لها العقيدات هنايا، وهنا كتجي على هذا الشكل هذا. كتجي هذا الثوب ديال التيل راه كيجي فايت، هذا كيجي شقدو كما كتشوفوا هنايا، كيجي فايت بواحد 4 سنتيم صافي. هذه هي السيوه ديالنا. مازال غندير لها واحد الوريضه هنايا هاد الجويهه ديال اليمين، غندير لها وريضه من هاد التيل هذا، وغادي نشري لها وريضه صغيره غنديرها في قلبها. غتجي ورده كبيره في قلب ورده صغيره في قلب ورده كبيره. انا جبت واحد الشريط ديال هاد الثوب هذا، راه شاطلي كبيره ملي كنت كنفصل من هذا، دايره فيه واحد 60 سنتيم على حساب الورده الا بغيتوها كبيره ولا صغيره. انا هنا درت فيها 64، عندي هنا مطوي على جوج، راه عندي على جوج درت فيها هنايا في العرض 6 سنتيم في العرض. وغادي ندوز ندير لها الفليات. دابا غنوسع الغرزة وغادي نولي ندوز بخياطة تانية. هكا غادي نجمعها على هذا الشكل هذا، غادي نجمعها حتى للتالي هنايا، غنبقى غادا كنجمع فيها. كنجبد هاد الخيوط هادو ديال الجهات بجوج، نجبدهم هكايا ونحزمهم. نحاول نحزم هذا الخيط هذا مزيان. غتجينا على هذا الشكل هذا. غادي نشري واحد الوريضات راه كيتباعوا، كيكونوا صغيورين وكيكون في قلبهم الحجر. غادي نشريها تكون في هذا اللون هذا الا لقيت، في هذا اللون نيت، في هذا اللون ديال الورده، وغادي نحطها انا ولا في المفتوح ديالو، تكون من الاحسن تكون مفتوحه شويه، ونحطها هنايا في القلب ديال هذه. دابا غادي نجمعها من هنا بالخياطه، من هذه البلاصه هذه اللي مفتوحه غادي نجمعها. غادي نحطها هنايا فهاد البليصه، ندير في قلب هذاك الوريضه اللي قلت لكم صافي. الا بغيتو تزيدو تنقصو منها يمكن لكم تزيدو تنقصو من هنا. بغيتو ديروها كبر من هذه غادي تعرضوا هاد المسافه هذه اللي قلت لكم انا درت فيها 6، يمكن لكم ديروا فيها اكثر صافي. تحطوها على هاد الشكل هذا، تجي زويونه وسهله دغيا تصاوب. كما كتشوفوا هذه هي الكسيوه ديالنا. مازال غنلصقوا لها غير العقيدات هنايا، نلصقوا مي بيديه في هذه الجهه ديال اليمين
لاقات ديال يكونوا حتى هما في نفس اللون ديال السفيفه وصافي. ونشري هذيك الوريضه نلصقها هنايا نديرها من الفوق. وهاد الكسيوه ديالنا واجده كما كتشوفوا، راه ساهله في الخياطه ولا في الفصاله. الا عجبتكم الفكره وعجبتكم الكسيوه راه كطيح حتى الثمن، كطيح رخيصه. الا بغيتوا تاخذوها واجده راه كيكونوا كيتباعوا غاليين هاد الكساوي هادو، ولا هاد لا شكل قفيطان وهي كسوه داخله فيها السفيفه وداخلين فيها العقاد. نقولوا لها كتجي على شكل كسوه قفطان. واللي عجبتها اللي عجبو الفيديو وعجبتها الفكره ما تنساش تخلي لنا تشارك في القناه الا ما مشاركاش، وتخلي لنا ودير لنا جيم، وتخلي لنا التعليقات ديالها المشجعه دائما كتشجعونا. كنقول للاخوات اللي كيشجعوني دائما كنقول لهم شكرا جزيلا، الله يجازيكم بالخير في هذا الشهر ديال رمضان، والسلام عليكم ورحمه الله.